السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في قناة أسهل الطرق للوصول إلى كندا. اليوم راح نتكلم عن شركة كندية، شركة في مقاطعة كيبك وفي مقاطعة أونتاريو لصناعة السفن. شركة تحتاج لحامين، ميكانيك، مشرفين كهرباء، عامل عام، نجار، رافعات شوكية، سائقين رافعات شوكية. اهلا وسهلا بكم، لا تنسى الاشتراك في القناة اذا كنت اول مرة تشاهدنا، واذا موجود ومشترك معنا فمية هلا واهلا وسهلا بك. مخلصين لبدايتنا المتواضعة، وتدير اكبر عدد من الاحواض بناء السفن والاحواض الجافة في كندا، حيث نقوم بإصلاح وصيانة وإصلاح وتحويل السفن منذ عام 1987. الموظفون هم أعظم ما نملك، ومع ذلك نحن لا نقوم تظل فقط بتعيين الموظفين، نحن نوظف ناس، نحن نوظف أشخاص ماهرين موثوقين للنمو مع فريقنا المذهل. لذلك إذا كنت تريد فرصة اختبار مهاراتك من خلال القيام بالعمل لا يستطيع الجميع القيام به، فقدم بطلبك اليوم. وطبعا ما يحتاج لا شهادة خبرة ولا شهادة علمية، وثانيا والأهم من كلها تستطيع التقديم من بلدك. أهلا ومرحبا بك. طبعا خلينا نفتح كلها الأعمال الموجودة ونبدأ، حتى مو هندسين، أخصائيين دعم تكنولوجيا معلومات، يحتاجون محلل محاسبة، يحتاجون منسق مناقصات، مدير الناس والثقافة، يحتاجون مهندس مشروع. يعني هاي الهندسة والمهندسين موجودين ومحتاجيهم بكثرة. فإحنا نتكلم اليوم عن مثلا عامل عام، لحام، ميكانيكي، عامل لحام، مشرف عام عمال صلب، متدرب ميكانيكي، مشرف مطاحن، عامل عام. هاي كلها اليوم راح نتكلم عليها ان شاء الله. بس هو لضيق الوقت انا راح اشوفكم اثنين او ثلاثة من هاي الشهادات وشلون نقدم عليها، من هاي الوظائف وشلون نقدم عليها. ندخل على عامل عام. طبعا العامل العام هو المسؤول عن دعم ومساعدة في الواجبات العامة المطلوبة في الفناء، دعم فريق ميكانيكي وإعدادات المعدات، دعم فريق من الرسامين، إعداد مهام غير ماهرة على متن السفينة، تنظيف أقواس، توفير سلام، مراقبة، تدبير منزلي، ودعم أنشطة الحرف الماهرة. قم بإجراء صيانة عامة للفناء والمحل، وهذه الواجبات أخرى مكتوبة. طبعا اللي يريده منك خبرة سابقة كعامل في بيئة صناعية إنشائية، قادر جسديا على إعداء أعمال يدوية ثقيلة مطولة. يعني لا يحتاج منك شهادة، لا يحتاج منك خبرة في شيء متخصص، لا يحتاج منك لايتسي أو خبرة العمل، ولا يحتاج منك حتى رخصة عمل. المهم انه تستطيع التقدم، المهم تستطيع ان تقدم وتعرف شلون تقدم لهم. طبعا ظروف العمل: ارتفاع باستخدام سقالات، العمل في الاماكن ضيقة، حزم منع السقوط، اجهزة تنفس، معدات قد تتعرض درجات حرارة مرتفعة، ضوضاء، ابخرة، غبار، العمل في فترات طويلة في اوضاع وقوف جاثم، انحناء، الرفع بحد اقصى 8 رطل. ساعات العمل هي عادة 9 ساعات في اليوم حتى 6 أيام في الأسبوع، وقد يضاف إليها عمل إضافي من 5 إلى 15 ساعة إضافية. وطبعا مع التذكير أنه هذا عمل دائمي وليس عمل موسمي، قد يضاف إليها، وها متكلم لك نظرة طبيعة الخدمة قد تطلب إصلاحات طارئة، العملاء ساعات طويلة، أسبوع عمل من فقط إلى آخر، طبيعة خدمات لأعمال إنها قد تطلب إصلاحات طارئة للعملاء ساعات طويلة وأسبوع عن عمل من وقت إلى آخر. هذا يشرح لك شلون شغلهم وشلون تنظيمهم وشلون تركيبتهم. طبعا نرجع للبداية
حتى شغوفكم يعني أكثر من مهنة، يعني حتى شنو تعرفون، مثلا احنا ميكانيكي، خلينا نشوفكم ميكانيكي، هذا ميكانيكي هنا نضغط عليه، هنا يقول لك قراءة وتفسيرات، إعادة تشغيل وصيانة، قم بتركيب وتجميع أجزاء، استخدم أدوات قياسية دقيقة للتحقق من الأبعاد. طبعا هذا اللي عنده خبرة بالميكانيكا يعرف يسويها. بإعداد وتشغيل وصيات مجموعة متنوعة من الأدوات التقليدية، الآلية، المعادن، البلاستيك. هاي الميكانيكي عنده خبرة بيها، يعرف لها. مثل المؤهلات والخبرة، خلينا نشوف شنو يحتاجون وشو يردون. يقول لك شهادة تجارية مفضلة ولكنها ليست إلزام، يعني شهادة تخرجية، شهادة معهد، إذا كانت عندك قدمها، بس هي مو إلزامية. راد لك خبرة من 3 إلى 5 سنوات. مطلوب كفاءة ميكانيكية، القدرة على قراءة وتفسير الرسومات، القدرة على عمل في بيئة ديناميكية وسرعة الخطأ. يعني ما يريد منك لا رخصة عمل، ما يريد منك لا شهادة لغة، ما يريد منك حتى شهادة علمية، يريد منك خبرة عمل بالميكانيك، يريد منك كفاءة ميكانيكية، يريد منك قدرة على القراءة، يريد منك العمل في بيئة ديناميكية وسريعة الخطأ. وطبعا التقديم، هسه نشوفكم شلون نقدم. اكو طريقتين بالتقديم. ندخل على البداية على تسجيل الدخول. طبعا هنا تقدر تكتب رقم تليفونك مع رمز الدولة أو معرف البريد الإلكتروني منك، أو تقدر تسجل وياهم عن طريق الفيسبوك أو انترنت. ندخل احنا نرجع إلى مراكز الوظيفة أو المركز الوظائف، حتى نبحث بعد نشوف بعد، خلينا نشوف اكو لحام، عندك مشرف صلاة، عندك متدرب، عندك مشرف، عندك مخطط، هذول الشهادات، عندك مدير انتاج، مشرف كهربائي. خلينا نشوف شنو، احنا الميكانيكي دخلنا عليه، عامل عام دخلنا عليه، هسه ندخل على مشرف كهربائي. طبعا يواجه اليد العمل فريق من الكهربائيين، بحث وتوصية وشراء، توجيه وتحديد أوليات، قراءة الرسوم والتركيب، فحص واستبدال، اختبار معدات، صيانة وإصلاح وتركيب، صيانة وإصلاح وتركيب، إجراء صيانة وقائية والاحتفاظ بالسجلات. أولا الشهادة التجارية ما يريدوها منك، يعني شهادة ما يريد من عندك، لا شهادة لغة ولا شهادة إنك خريج كهرباء، هندسة كهربائية، ولا يحتاج منك أي شيء. يريد منك خبرة 5 سنوات، إظهار قدرات قيادية، إلمام قوي بالرموز الكهربائية البحرية والصناعية، هذا اللي يريده منك. طبعا إذا أنت ما عندك إلمام بالرموز الكهربائية البحرية، فاليوتيوب يعني لمدة 10 دقائق تفتح تكتب الرموز الكهربائية البحرية، راح تعرف شنو هي الرموز إذا كانت عندك خبرة كهربائية وصناعية. طبعا نطلع منها ونرجع ندور همينا شنو وظيفة أخرى، خلينا نشوف بعد شنو نلقى همينا إن شاء الله نلقى. يعني هواية هواية، شوف يعني حتى مهندسين يردون، حتى ميكانيكي، هاي دخلنا ميكانيكي، ميكانيكي مشغل رافعة يردون. خلينا ندخل على نجار مثلا، يمين نجار الصيانة عامة إلى جميع المجالات، البناء والصيانة في الفناء والمشاريع التجارية، تشغيل وصيانة مجموعة متنوعة من الأدوات اليدوية والكهربائية والمناشير، وإدارة وإصلاح وترقية المنشآت، إدارة واجبات حفظ الأرض، إزالة الثلج باستخدام معدات ثقيلة وغيرها، نصب صقالات، إظهار مرونة، لفت انتباه الإدارة لأي مشاكل، واجبات أخرى موجودة. أريد خبرة منك أقل شي 5 سنوات، توصيل قوي، مهارات تواصل، العفو قوي، ومهارات تواصل مع الآخرين، قدرة على عمل بشكل مستقل أو كجزء من الفريق، العمل بكفاءة فائقة وفعالية، المستفيد من رخصة مشغل رفعة شوكية. وإذا كانت عندك رخصة مشغل رافعة شوكية هم جيد وممتاز. طبعا هاي كلها شنو المؤهلات، هاي إذا تريد أنت مثلا راح أقول لك إياها، تريد تكتب سيرة ذاتية، تجيب هاي كل المؤهلات اللي يقول لك عليها، تحطها بالسيرة الذاتية وتحط اسمك عليها وتدزها. عندك خبرة، تواصل قوي، قدرة على العمل بشكل مستقل، العمل بكفاءة فعال، يعني كل شيء ما يحتاج منك، حتى كل شيء، يعني لا شهادة لغة، لا رخصة عمل،
لا شهادة علم، كل شيء ما يريد من عندك. المهم انت تعرف تشتغل، المهم انت تعرف شلون تشتغل وتقدم على هذه الوظيفة. طبعا بالاخير هسه ندليكم وانا اشوفكم اللغات الفتحة، لا تسجيل المراكز هنا راح يطلع العنوان، متطلبات عندك تضغط، عندك القانونية اذا تريد تشوف بعد وتفتهم الموقع اكثر، وعندك هنا الصفحة الرئيسية مثلا تضغط عليها حتى اشوفكم في محاولة دعم الجهود الإنسانية باللغة، الإنشاء صفحة ويب مختار الموارد الكندية. طبعا هذا كله كلام في كلام. المهم المعلومات الإنسانية هسه صاير شغلة جديدة على أوكرانيا والحرب، فهم يسوون دعم لهم الوظائف. اتصل بنا، هاي تقدر هنا تتصل بيهم مثلا، هاي في تراسات خليج الرعد مثلا، هاي في اونتاريو، هاي نوفا سكوتشيا، هاي طريقة بحيرة سانت كاثرين اونتاريو، هذا الايميل مالتهم وارقام تليفوناتهم اذا تتصل بيهم، هذا ايميلهم وارقام تليفوناتهم. هاي المرحلة الثانية، يعني المرحلة الاولى شفتك كيف التسجيل، المرحلة الثانية عناوينهم وكيف الاتصال بيهم. مثلا هنا في هاملتون، هاي عنوانه وهذا الايميل مالته وهذا رقم تليفونه. ونصعد هنا نرجع على الوظائف، هسه اشوفك شلون نقدم على الوظائف بحد ذاتها، او نرجع الى الصفحة نفسها. رجعت مثلا ندخل احنا، ما دخلنا على العامل هذا، نرجع هنا ننزل عامل عام. بالاخير يوجد شيء اسمه تطبيق، تضغط عليه، الكنية، الاسم، بريدك الالكتروني. طبعا هنا راح تفتحها، هاي راح تطلع افغانستان، تطلع جزر الكناري، سامو الامريكية، بس انا شنو الاختصار اكتب مثلا اني اريد العراق، خل اشوف العراق، تطلع 964 مفتاح العراق، اضغطها، هاي طلعت العراق. مثلا سوريا، اكتب راس مفتاحها ويطلع، او اختار البلد، او من المغرب، او من تونس، من الجزائر، من مصر، من كل جميع الدول العربية، اكتب رقم هنا المفتاح مالتك، هو يطلع، تكتب اسم الكنية مالتك، تطلع الاسم الاول، الاسم الثاني، وتكمل وتكمل. او تريد تسجل عن طريق الفيسبوك رأسا، وهاي اسهل وسيلة للتسجيل بيها. وانا اتمنى من الجميع يقدمون على هالوظائف الجميلة. هالوظائف فقط للحامين، عامل عام يقدر يقدم عليها اي شخص، مسؤول امن مثلا، هنا المسؤول الامن لازم عندك تكون شهادة، انا اعرف خريج مدرسة ثانوية، لازم يكون اظهر خبرة في خدمة العملاء، اظهر مستوى عالي من المهارات الشخصية المطلوبة للنجاح. طبعا هذا كله كلام في كلام، بس المهم عندك تكون خريج مدرسة ثانوية، تكون تعرف تدخل على ادخال بيانات على الوورد، قدرة واضحة على العمل في بيئة سريعة، القدرة على ارتداء معدات الحماية الشخصية التي توفرها الشركة. يعني ما عندهم شيء، هم عندهم بس يريدون هذا اللي يقدم على مسؤول الامن يكون عنده خريج ثانوية، قدرة وكذا وكذا، هذا كله كلام في كلام. يعني تقدر تنسخه وتنزله، بس هم ما يقدر يقول لك انه يلا اي واحد جيبه حطه مرد كل شيء من عنده، لا، هم يطلبون مؤهلات بكل مكان، حتى في بلدك من تسأل او تطلب هو يطلب مؤهلات، يريده هلقد، يريده شنو، يريده شغيل، يريده سريع العمل، يريده كذا، هذا الكلام كله موجود. طبعا المسؤوليات هو مش الرشاشة يفتر بيها، انه تحقق من جميع الموظفين الموافدين، توثيق اوقات الدخول والخروج، التأكد من اكمال استبيانات حسب الاقصاء ان الجميع يدخلون ويرتدون معدل حماية الشخصية، اجراء عملية مسح امني منتظم للبناء والفناء، واجبات ادارية، قم باعداد تقارير حضور، الحفاظ على مساحة العمل، نظاف منظم، تأكد من صيانة جميع اللافتات، ابلاغ عن مخاطر السلامة، واجبات اخرى قد يتم تعيينها. يعني هو مطالب بانك لا لغة، لا شهادة علمية، انك خريج ثانوية، لا العفو خريج جامعة، لا يقول لك عندك اجازة او هوية سلاح، لا يقول لك انك متدرب على سلاح، هاي كلها كل شيء ما يحتاج منك. هاي انت تلبس
انفورم او لبس مع الامن وتفتر ومرحبا مرحبا. طبعا هواية همين اكو بيها وظائف ثانية. انت يعني انا للاسف لضيق الوقت وما اريد اطول عليكم الفيديو، انت تقدر تقدم وتشوف الفيديو وتفتهم وبعدين تقدم على كل الوظائف الموجودة بالموقع، وراح اخلي لكم الموقع في صندوق الوصف. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى ان شاء الله يستفاد منه الجميع، وان شاء الله ان شاء الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.